عاجل من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن منهج هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا في فيديو جديد من قناة ترند. لو الفيديو عجبكم اعملوا بلايك وشير وفعلوا جرس التنبيهات واشتركوا في القناة للي مشتركش قبل كده حتى يأتيكم مني كل جديد. ويلا بينا على التفاصيل. اعتاد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على مشاركة عدد من منشورات بنك المعرفة المصري على صفحته الشخصية كرسالة يوجهها للطلاب، ولم تقتصر الرسائل أو المنشورات على طلاب أعينهم، ولكن هناك عدد من المنشورات الموجهة لصفوف مختلفة من الطلاب، وذلك حرصا من وزير التعليم على مصلحتهم. ومع قرب عقد الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة يكون الدور عليهم في توجيه الرسائل والتي تتضمن مراجعات على مناهج المواد. ومن المواد التي تسبب إرباك للطلبة خاصة طلاب الثانوية العامة مادة الفيزياء، لذلك وفرت وزارة التربية والتعليم منصة بريطانيكيا والتي ستتوفر عليها مصادر تعليمية. حيث قال شوقي في منشوره على طلاب المرحلة الثانوية في الشعبة العلمية اكتشاف مصادر بريتنيكا المتنوعة والتفاعلية في مادة الفيزياء، وأضاف المنشور استعدادا للاختبارات الشهرية القادمة يمكنك الوصول للأسئلة والإجابات من خلال منصة إدارة التعلم LMS من خلال موقع بنك المعرفة المصري. وفي النهاية لو الفيديو عجبكم ياريت تدعموني بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات وتشتركوا في القناة اللي مشتركش قبل كده حتى يأتيكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.